ادخل اسكت اقعد صح ابصم اقف حرك قرقش الحز موشي امشي اكبس حرك وزعبلات هي لا 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 هكا تولي فوضى كما يقول سي الفايق يا ولدي واسع بالك يا ولدي ايش بيك هاو الحاجه حمامها سيدي قام من الواجب وروح وجمع على الواحد تي صغيرات نحطوها في الحبس يا سيد العمده يا سيد العمده فهمني اليوم لازمنا نلقاو المحرض نشدوه اليوم قبل الغدو اليوم قبل الغدو سيدي هاكا هو يا حاج يا حمامه تو يجي منه شرد ما من الاطفال يرشقوا في المركز بالحجارة كلام هذايا البنار كله مشى فلوس هذه الحضارة شكون يا خويا طاح الكيف على ظل الوليدات روح ويا ناس ما كان باس اي سي الفايق انا مستعد نصلح الاضرار الكل تو يجيو الاولاد يعملوا دهنه هايله للمركز شنو رايك باهي شوف يا سي حمامه ايوه لازمش انت تبعث تجميع هذوما الوليدات نتاعك للدار نتاعي يعملوا لها دهنه وانتي صرفت صرفت حاضر يا سي الفايق ندهنوا الدار والمركز واحنا صرفنا صرفنا يعطيك الصحة يا حمامة بارك الله فيك يا سي الفايق في أمان الله في أمان الله ربي معاك عاي تفضل 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 عليك الخير في الأمان عارو يا رام اها اها عاودي الحكاية عايشك قلت لي العزوزة سرقتها كنتها يعادش مدخل أختها في الحكاية أخت العزوزة هي اللي سرقت الكنة أخت الكنة سرقت العزوزة تي كيفاش عاودي كنتها سرقت هاي يزيني عاد ما تخلوين عاد يزيني من الخزاع بلاد هاي فك عاد لا لعبة ده بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق بكرة ايش دي يا طو بركاش شد مينك ولا يسار كان تعدى على روحي ايش دي يا طو قوم باركيزي من اللهجات متاعك ضربت في السقف حتى انت ولي تسيف الخزعبلات متاعك حياتي مستقبل حياتي في هواء يا زلمة الغناء يا جرثومة هكا توا غلطتني غلطتني المحضر كتبت فيه ضيعت مستقبل حياتي بيه بيه أنا سكت من لا قمع شنو قلت لك معنى الحياة معاكم هاي امشي ادخل اي زمن اي زمن امشي من هنا امشي من هنا وانت تترهد شيخ رهدان امشي يا اخي تعرفني تسلم علي اقعد لوت اقعد مازلنا نحكي معك بسياسة اقعد لوت اقعد اقعد ما تخافش منه هذاك ود المركز اقعد انه المنكر المنكر اعوذ بالله من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم حول ولا قوة شنو حسان اخي بدا اليوم الوطني للباس التقليدي
كيما ولي عم فيها شيخ. اسمعني رانا كلنا مسلمين، مش انت وحدك مسلم. باهي باهي. اسمعني عينك على الشيخ حموده، يمشيش يعمل لك التلامس والبخوخ ويقطع. باهي. يا حسرة على ايام الفزعة والقطعة، لن استطيع الخروج من هنا. يا اطلع يتكلم بالعربية الفصحى السيد. حلوة عجبتني العربية الفصحى. منين طلعت بها يا عثومة؟ ماش تعود يا عثومة ذي؟ كلمة خايبة رد بك اتنسيو. ها باهي مالا يا عثمة، هاني باش نمشي نعمل دورة ونرجع. كان جاسي الفايق عمل لي ابيل ولا بعث لي ميساج اطلبني، ماني نعرفك ديما فقري وتفلي. باهي. ماهيش نجدة، أغيثوني يا قوم أغيثوني يا نجدة. إزم السياح بتاعك واسمع الفن يا ظلمة ضيات مستقبل. تيوسكت يا حثالة وبرا قعد غادي، ما كانش والله يطول أرميك في الجيار. إخي أنت بتحبش الفن؟ أنا نحب الفن، مش من صوت عفن كيفك أنت. واسكت كلمة لا انفس لا. نعم. ايه. اها. 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 ايه. على هكا رجعتني سقية على من راس. من الخبر جبتولي. باهي باهي هل وصلت المركز تو نكلمك. قلت لك تو نكلمك عاد. تزود تو نكلمك انا علاش نزود تعاودني من. ولا لعبة هذي. لا عاد هذه قالت لهم خير من الكل. راقدين عندي وتيل نزل اقامه مريحه كملتو جبتو جراري وتمديتو. شنو هذا راقدين في المركز؟ عثمان قوم. قال شكون يا عثمان؟ يقول تزود راقدين باقي راقدين. والله ما عملت حتى شيء. راقد يا عثمان؟ مانيش راقد، فايق يا سي فايق. ايوا حسان وينو؟ ما تقوليش زاد هو مشى يعمل فيه غمزه. لا لا مشى يعمل فيه دوره. مشى يعمل فيه دوره ومخليك انت محسوب السيد بوكلاده يا عثمان. السيد فايق يا اخي كنت تعمل في الرياضه. انا مستانس نعمل رياضه. على خاطر ريتك تو لابس شورت. ينزي بركاك يا عثمان، ينزي من البلاده يا عثمان، انا لابس شورت. ديما عندي تو ريتك لابس شورت. جيك البلاي يا غافل. اوه زبرون كلمت للسيكوبيزة؟ يبني مش نحكي معها للسيكوبيز. تبي زيت مشكلتي في مع الفاضل القهويج اللي تزول تحلت يا عزبكس. حتى انتي عششت فيه المركز. اوه احناش سابا جو كبير ماشي الاحباق. ايش مجايب؟ شوية خليق تشيش هالتربية افرح بخوك تلقاني راك ناريخ. يا ايش حاجتك تو؟ حاجتي بسلفي. ما هو شون؟ ايه هاتو نستني شاندي نصنا انتو فرقوا مع الزبرون وانت يكبس يكبس. عليك فرق يوم علي عربش اقلق انا صاحبي. يا حسان يا عيش ودي تجيني حالا للمكتب متاعي فيزا ساقيك انا مراز كذا يضا يا حسان ما تخلينيش فيزا يا حسان. هكا هكا يصير فيا انا باش نعمل بانو نخرج في الطبان هكا معقول يجي منه هو وين سي فايق لاباس؟ شنو سي فايق وليد ترانا في البيرو؟ ينزل من ذاك تعال لا لا معاك فلك شو اللعبه هذايا؟ فيسا يا حسان امشي للدار جيب لي الزبناك فيسا يلا 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 حسان فجاتني يا سي الفايق برا امشي عادي برا يا صالح عايش ودي بتخلي حتى واحد يدخل المكتب بتاعي اعتبره هذا امر وفاء قليلي براس امك تلفاز القهوه يجي تهمني بالباطل وانا ورسمني 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 هزيته حتى فرنك من الكاس يا عزبكش اللي حاشيك مليك على وجه الارض تيتي امك وامك سرقتها خليها الفاضل اوهوهو
بلا كليني برسم خير نعمل تعسيلة، راني قلقت من حياتي من ظلم وقار واستبداد. يا عجبكش عسل بابا معك ربي. واشي مرحبا بيك في دار الزينة ربي. أما حلوة الصورة اللي لبسها بالحق. من فريب شريتها. طالع عليك تقتل. قص عليك ردو من ردوة الكوزينة. لعنة الله على المتشبهات بالرجال. أعوذ بالله، مجتمع غريب وجيل فاسق فاسق فاسق. شنيا شيخ طيحوك سحر ولا بخوخو؟ أيا تقراني الكف قبل ما يركح فيك الكف يا بيت الفطور. اصغطي اصغطي قبحك الله، أنت وأمك التي تبيع المنكر خلسة خلسة. احنا نبيعوا في المنكر صحيح بابا، اما ما نش نبيعوا في الكذب للعبيد. سيدي الشيخ البلوت تتكلم بالعربية، يمشيش في بالك ابنو خلدون واحنا ما في بالناش. انا الشيخ القوافي والعروبة. ترس بابا ترس يرحم بوك. قالوا منكر وجيل فاسق، جيكم اطلع للمريخ محسوب هو. واكبس اكبس اي واه شوية أخرى ونرجع لك بيه. كجيس الفيق قلوا ليلى جدت وراجع بيه. واكبس اتزيد اكبس. يعني مكبوس من عند ربي. عديت عليها سيفيق جاء، قلت لها ما جاش مخواري الحاصل بلا سبكتاخ. تضحك يخدم على روحك. يا عثمان جيب لك الزبرات اللي بحذاك غاديك. لا 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 جيبوا توا حالا باش نبحثوا. يلا يلا فيسا فيسا. مالو اهلا عنده يعايشك. شنو هو؟ اش من نوار توا ناهي انا بالنوار؟ عندي برشا خدمه يا عنده. عاد شنو توا؟ هاي زيني من الخزعبلات. نعم؟ سيد الوزير جاي. عنده خطبه في القاعه. باهي 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 باهي. طب جيبوا النوار نتاع الدنيا الكل كان لازم. عندي اربع اوان توا نبعثهم يطوقوا القاعه. تهنى يا سيدي تهنى. باهي حاضر سيدي. احترامات يا سيلفي. اها اقعد. اش تعمل يا عثمان؟ قلت لي يقعد قعد. مش انت يا عثمان هو يقعد قول. يلا شنو هو توا؟ اقعد يا سي الزفت. هكا كل مره تقلق تمشي تشرب وتمشي تسرق. والله يا سي الفيق انا نشرب صحيح، اما نسرق مستحيل يا سي الفيق مستحيل. كيفاش مستحيل يا ولدي؟ اما الفاضل القهوجي يكذب عليك. ظل القهواجي كذب وصفيه. يعني مستعد انا شخصيا نبقوا قدامك شقله والكذب يعطيه بقله. سخطه من ريحك السفج. مازلت حي يا سخطه. يا سفيق والله ظلم. يا ما ظلم. اسمعني يا عثمان هز هذا يحطه في الزيون وجيب لي الفاضل خليني نستنقي. فيسع يلا. يا سفيق يا سفيق والله بلا ظلم وقار واستبداد. يا سفيق والله ظلم. يا سفيق يا سفيق يا سفيق. سكر الباب سكر الباب. سكروا بالمفتاح سلفا. لا 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 ردوا رداه. واه اش كنت تعمل الفوق؟ كنت في بيروك لا شيك ما لقيتكش. سلفيق جاي؟ جاء اما بصراحه لاهي برشا. تقول لي شحاجتك بيه سلفيق؟ امور شخصيه امور خدمه بيني انا وياه ما تفهمهاش. قويه على مخك. ما عادش بكري عليا تعرفش كيفاه. تنرجع لغته ميه ويكبس ويكبس ايه هديت يكبس ويكبس يكبس انت زيادة. يمشي كتير يمشي يمشي يكبس. يا عثمان يا عثمان جيب لك الشيخ حمودة داك دوا دوا حال من هيا يلي يلا عادي زيني من خزع بنات متاع اللي لعبة داك. احترامات يا سلفيت. يا عثمان بالله على شك على سكر علاش كل مره تقعد انت يا ودي؟ قوم يا اخي انا باش نبعثك انت. هو يقعد اقعد
شنو وزي؟ ما كفاكش الكذب والتدجيل اه؟ والحروز دورتها آثار وكنوز؟ لا 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 لا، كل ذلك افتراء وكذب في كذب. كذب؟ يا مشدوك في الليل بيوسف في يدك وانت تحفر في منطقة أثرية. يا سيدي، كنت أبحث عن عشبة السعادة التي يسمونها بالدارجة حشيشة الفهامة. اي، والحشيشة هذه تطلع في النهار وما تنور كان في الليل، ويطلبوا بها الغيث النافع ويقربوا بها القلوب لبعضهم. هذه هي حشيشة البهامة سيدي. لا الفهامة يا سي الفايق، الفهامة مش البهامة، حشاكم وحشا من يسمع. الفهامة؟ الفهامة ما لهاني أنا باش نبعثك السيد حاكم التحقيق يفهمك بالكذا، فهمتني؟ يا عثمان هزوا مقدامي، هزوا الجيوب. يا عثمان ماذا أصابك يا سي الفايق؟ ماذا؟ شوف أنا باش نخرج منك زيت الزيتونة، باش نهز قاعدة بيت الفطور ونخرج. أنا خرجت منك يا سي الفايق. استنى استنى استنى، هاني راجع لك. استنى هات نقول لك. ألو يا عثمان، هزوا الجيال. يلا نعم. استنى 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 يا عثمان. نعم نعم سيدي. اها اها حاضر سيدي، هاو بحذايا سيدي، امرك سيدي، بارك الله فيك، تفضل. يا عثمان امشي انت على روحك، سكر الباب وراك. سكروا بالمفتاح. لا ردوا رداه. سامحنا، صار انت من الجميعه. ما لقاش في بالك، وما خفي كان أعظم. الآن أرجوك أن تفتح لي الباب لأخرج حراً كطيف النسيم. تفضل تفضل تفضل، سمحنا عندك الحق، تفضل. غلط الغلب، سمحنا. سمح سمح، تفضل. سمحنا سمح سمحنا يا شيخ، الغلطة تصير. هي ده تصير تصير. سامح. كل خزعبلات، هذه خزعبلات في خزعبلات في خزعبلات.